بعد كده نقول نبقى نكمل مع بعض. تمام. مقاديرنا هنقول الحلو بتاعنا، الحلو بتاعنا سهل برضو للاطفال. النهارده في حلقه مميزه للاطفال. لا والكبار يعني والله كلنا بنحب الحاجات دي. احنا ما بنيجي نتعامل مع الاطفال في اكلهم بياكلوا حاجات معينه. هي النهارده عامله حشوه شوكولاته وموز، هي اللي هتقول سبرينج رولز. عامله عجينه السبرينج رولز محشيه بشوكولاته قابله للدهن وموز. لو ما فيش شوكولاته قابله للدهن ممكن نعملها جاناش، اللي هي احنا بنجيب مثلا كوبايتين شوكولاته غامقه قطعه تمام، وكوبايه كريمه مغليه وبندوبهم في بعض. جميل. بتديني الكريمه الثقيله. طيب لو احنا بقى عايزين نعمل ده في البيت نعرف نعمله؟ ممكن كوبايه سكر بودره، عليها نص كوبايه كاكاو خام، عليها كوبايه بندق محمص، عليها معلقتين زيت. نضربه كله في الخلاط. نضربه كله في الخلاط، هتديني نفس الكريمه. احنا موضوعنا النهارده بسيط قوي، عندنا السبرينج رول، عجينه سبرينج رولز، عندنا كوبايه من الجناش او الشوكولاته اللي هي قابله للدهن، وعندنا معلقه دي ومعلقتين ميه وزيت للتحمير وموز، ثلاث اصابع موز، اربع اصابع موز زي ما احنا عايزين.